ورجعنا لكم تاني وهنتكلم النهاردة عن واحدة من كبرى شركات الأسمدة والمواد الكيماوية في مصر، وهي شركة أسوان للأسمدة والكيماويات، واللي بتتواجد في منطقة الصعيد، وليها كمان دور كبير في دعم نشاط الزراعة وتلبية احتياجات المزارعين. هيكلمنا عنها أكتر الدكتور محمد عبد الرحمن، رئيس قطاع المعامل والبحوث والجودة بشركة أسوان للأسمدة والكيماويات. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك يا فندم، كل سنه وحضرتكم طيبين والساده المشاهدين طيبين. شركه اسوان في ظل جهود الدوله لتنميه الصعيد اتاسست سنه 2008 وانتظمت في العمل 2018. هي على مساحه 350 الف متر مربع براس مال 300 مليون جنيه. تم انشائها في منطقه الصعيد في مركز إدفو السباعية شرق محافظة أسوان، علشان هي المنطقة قريبة من خامات الفوسفات، فكان الهدف إن احنا نستغل خامات الفوسفات اللي موجودة في السباعية، بالإضافة إن احنا نغطي الصعيد من احتياجاته من الأسمدة الفوسفاتية. نشاطها الأساسي هو إنتاج الأسمدة الفوسفاتية، فده كان الهدف ان احنا ايه نغطي المنطقه دي باحتياجات السوق من الاسمده الفوسفاتيه في الصعيد. دكتور محمد، كلمنا عن الطاقه الانتاجيه لشركه اسوان. اسوان بتمتلك وحدتين، وحده فوسفات ناعم، سماد فوسفاتي ناعم، الطاقه الانتاجيه بتاعته 300 الف طن سنويا، زائد وحدة تحبيب سماد برضو أحادي فوسفاتي، الطاقة الإنتاجية بتاعته 200 ألف طن سنوي. جميع الخامات المستخدمة في الإنتاج كلها خامات بنسبة 100% خامات محلية. خام الفوسفات زي ما قلنا إن هو من منطقة السباعية، وحمض الكبريتيك مركز من شركة أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية. إنتاجها 60% منه بيروح للسوق المحلي، وحوالي 40% بيروح للتصدير في ظل ارتفاع السوق العالمي في أسعار الأسمدة وكده، فبنصدر حوالي 40% من الإنتاج. ده رقم كويس طبعا. يعني الحمد لله، وإن شاء الله يعني في هدف بندرس تطوير الشركة في إزاي نقدر نطور ونزود التصدير بالنسبة لمصنع أسوان. دكتور، هل النسبة دي ممكن تزيد ولا لا؟ ممكن إن شاء الله. إحنا دلوقتي في تكليف من إدارة الشركة إن إحنا بندرس إزاي نطور الشركة بمنتجاتها، وإزاي نزود الطاقة الإنتاجية بتاعتها، بإن إحنا هنستخدم الغاز بدل السولار في وحدة التحبيب، على أساس إن مش قادرين إحنا نشتغل بطاقة الوحدات كاملة بنسبة 100% عشان مخاطر السولار وكده. فاحنا دلوقتي بقالنا حوالي سنه ونص ماشيين في اجراءات استخدام الغاز في الانتاج اللي هو السماد المحبب بالذات، لان معظم التصدير كله سماد محبب، على اساس ان وحده التحبيب دلوقتي بتشتغل ب 40% من طاقتها بس. فاحنا بنخطط ندخل الغاز علشان نقدر نوصل للطاقة الانتاجية 100%، وبالتالي ال 40% دي ممكن تزيد تبقى 50 و60 و70%. دي حاجة كويسة جدا. دلوقتي كمان الدولة بتتجه في الصناعات لناحية الغاز. أكيد طبعا، وده هدف على أساس نحافظ على البيئة ونمنع أي تلوث، ولو حتى ضئيل أو حتى في الحدود المسموح به، بس برضو لو قدرنا نمنعه نهائيا يبقى أفضل. يعني يبقى أفضل بإذن الله. دكتور محمد، عاوزين نعرف الهدف من إنشاء مصنع أسوان. الهدف من إنشاء مصنع أسوان زي ما اتكلمنا قلنا في الأول إن كان الهدف الأساسي هو تنمية منطقة الصعيد، خصوصا إن جهود الدولة كلها بعد ثورة 30 يونيو كلها بتتجه إلى تنمية الصعيد. طب ليه الصعيد؟ لأن يعني الصعيد منطقة أسوان بالذات فيها ثروات تعدينية ومحجرية عالية جدا، بالإضافة إلى تنوع مصادر الطاقة سواء كانت شمسية أو كهربائية أو غاز طبيعي،
بالإضافة إن البنية التحتية في الصعيد وخصوصا محافظة أسوان متأسسة من طرق وشبكات طرق، وفي مطار أسوان وفي مطار أبو سنبل. فبالإضافة إن منطقة أسوان بتتمتع بجو جاف، زائد أنها خالية من التلوثات، من التلوث البيئي. فده بيسمح إن احنا نعمل، إن الدولة تعمل تجمعات أو مصانع، تجمعات صناعية كبيرة بكثافة عمالية كبيرة، لأن هنا ما دام الجو غير ملوث فالأمراض مش هتنتشر مع زيادة عدد العمال في المناطق الصناعية الضخمة. ده كده نقدر نقول إن البنية التحتية في أسوان جيدة. لا جيدة جدا، وفي جهود لغاية دلوقتي الدولة بتشتغل، هيئة الموانئ البرية بتشتغل على زيادة الموانئ البرية وشبكة الطرق. يعني على سبيل المثال الميناء البري بتاع قسطل اللي هو على الحدود الدولية مع السودان، فده كل الموانئ البرية دي كلها هتساعد إن زيادة الواردات وزيادة الصادرات. وزي ما يعني القيادة السياسية قالت إن مصر، يعني قالت إن منطقة أسوان هي عاصمة الاقتصاد والثقافة الأفريقية، فأسوان هي المحور الأساسي لربط مصر بالقارة الأفريقية. تمام، فالدولة ماشية في الاتجاه ده، والسيد الرئيس أعلن ده في 2019 تمام في المنتدى الشبابي الأفريقي. فكل جهود الدولة متجهة للناحية دي، إن شبكة الطرق تزيد، الموانئ البرية تزيد، الربط بين المدن وبعضها بيزيد. وده كله لأن المنطقة دي بتمتلك من عند الله ثروات تعدينية عالية. دكتور، يعني عاوزة برضو أعرف من حضرتك، يعني طبعا بنبان في أسوان وهي تاني أكبر محطة طاقة شمسية تقريبا، فهل استفاد مصنع أسوان من محطة بنبان؟ هو طبعا من ضمن المشاريع الكبرى اللي بتتم في الصعيد اللي هي الطاقة الشمسية. تمام، هو في على علمي في 32 محطة اشتغلت بالإضافة للمشروع حضرتك بتقول عليه. لا أسوان، مصر أسوان ما استفادش من الطاقة الشمسية، وده برضو تحت الدراسة نشوف نقدر نستفاد منه إزاي، ونقدر نستغل الطاقة دي بديلا عن أو بجانب الطاقة الكهربائية، فده لسه محل الدراسة. دي حاجة كويسة جدا ان يكون في اتجاه في مصنع أسوان للاستفادة من الطاقة الشمسية، خاصة دلوقتي يمكن الدولة بتتوجه لمشروعات الطاقة حاليا. لا حضرتك، أسوان من اكبر المحافظات الجاذبة للاستثمارات اساسا في مصر، لان فيها مشاريع عملاقة من اول الطاقة الشمسية وتطوير صناعة الأسمدة خاصة الفوسفاتية، الصناعات بصفة عامة زي صناعة الزجاج والسيراميك والبلول، لأن في يوجد في أسوان محاجر احتياطي بتاع الاحتياطي الخاص بها عالي من الجرانيت. تمام، بالإضافة طبعا لمشروع السد العالي والطاقة الكهربية اللي هو بيديها لمصر كلها. دكتور محمد، يمكن حضرتك ذكرت من أهداف إنشاء مصنع أسوان في منطقة الصعيد يعني عمل نهضة في الصعيد، وفر قد إيه فرص عمل لأهالي الصعيد؟ هو الهدف كان توفير فرصة عمل، حوالي 500 فرصة عمل مباشرة و1000 فرصة عمل غير مباشرة، والحمد لله ده اتحقق. إن وكل العاملين في مصنع أسوان من منطقة الصعيد، ما فيش حد يعني جاي من القاهرة ويشتغل فيه، لا كل العمالة كلها الأولوية في فرص العمل لأهالي الصعيد. لأهالي الصعيد الأولوية لهم، وفعلا يعني حوالي 95% كلهم من منطقة الصعيد. دكتور محمد، هل ده بيقلل الهجرة الداخلية لأهالي الصعيد؟ ده يعني لو قلنا هو بيقلل ويساعد ان الهجرة دي تتمنع،
تمام، خصوصا لو بعد ما الدولة جهود الدولة تزيد اللي هي بتعمله دلوقتي بعد انتهائه، اما تعمل محطات كهرباء الشمسيه، محط توليد الطاقه الشمسيه، اما الطرق البريه والموانئ البريه دي تنتهي، كل ده هيدي فرص عمل عاليه. المحاجر اللي هي موجوده دلوقتي، والاسوان الجديده اللي بتتعمل، والاستثمارات السياحيه اللي بتتعمل دلوقتي، يعني احنا عندنا استثمار في اسوان، في استثمار صناعي، وفي استثمار زراعي، وفي استثمار سياحي، ده كله هيزيد من الاستفاده بالقوى العامله الموجوده في محافظه اسوان، وهيقلل بالطبع بالتوازي معاها هيقلل الهجره الى محافظات اخرى. ده كلام كويس جدا طبعا عن نهضة الحصلة حاليا كمان في الصعيد. عاوز أعرف من حضرتك معايير الجودة اللي بيتبعها مصنع أسوان. احنا سياسة الشركة بتاعتنا الحمد لله حاطين من أول هدف، الهدف بتاعنا إن اسم منتج شركة أسوان في السوق يبقى رقم واحد، فده ما بيتمش إلا إذا طبقنا وفرنا متطلبات ومعايير الجودة. طب ده بيتم ازاي؟ بيتم اللي احنا بنتابع جميع العمليات الصناعية اللي هي بتتم داخل المصنع من اول دخول المواد الخام لغاية كل خطوة في العملية الصناعية على مدار 24 ساعة. طب ده بيعمل ايه؟ ده بيحسن الجودة وبيحسن السلامة، بيحافظ على السوق، اسم المنتج في السوق، بيدينا فرصة ان العملاء اللي بيجوا يطلبوا المنتج بتاع أسوان يزيدوا، فده بيتحقق مع معرفة الطريقة المناسبة لمراقبة الجودة. اي منتج له طريقة لمراقبة الجودة، فلازم المنتج بتاع أسوان اللي هو موجود نحدد ايه الطريقة اللي هنراقب بيه الجودة بتاعته، تمام؟ فده وندرب العاملين على مراقبة الجودة، وفي نظام اتصال لمعرفة الشكاوى والمشاكل اللي بتنتج الخارجية اللي حلها عن طريق التواصل مع العملاء سواء خارجيا أو داخليا. دكتور محمد خليني أرجع لنقطة التصدير مرة تانية، حضرتك قلت لي إن بتصدروا حوالي 40% من المنتج لمصنع أسوان، إيه هي بالظبط أهم الدول اللي بيتم التصدير ليها؟ إحنا بنتصدر في قارة أمريكا اللاتينية بتاخد مننا، في أفريقيا بتاخد مننا، في أوروبا برضو بتاخد مننا، في بعض دول آسيا بتاخد مننا، يعني إحنا الحمد لله السوق مفتوح بالنسبة لنا. وطبقا للطلب الموجود احنا بنجهز المنتج بتاعنا بالمواصفات المطلوبة، تمام، وبنعمل عليه مراقبات داخلية وخارجية عشان يوصل للعميل في الصورة اللي هو محتاجها. طيب بالنسبة للأسواق المستهدفة في التصدير، هل بتستهدفوا أسواق معينة خاصة يعني في ظل الظروف؟ احنا بنستهدف الأسواق هو حسب الطلب، حسب الطلب، بس احنا دلوقتي داخلين في سوق جديد اللي هو السوق الاوروبي، تمام. الكميات اللي راحت اوروبا مش كميات عاليه، فاحنا بدانا نعمل اتصالات مع العملاء اللي هم بيشتغلوا في الاسمده الفوسفاتيه في اوروبا على اساس ان احنا نبدا نصدر لاوروبا، تمام، نزود يعني احنا العدد ال 40% اللي احنا بنطلعها من مصنع اسوان منها حوالي 5% بس لاوروبا، فاحنا عاوزين نزود النسبه دي. هل في منتجات معينه بيتم يعني بتختارها الدول الاوروبيه؟ هي بتختار المنتج زائد التركيز، لان الاسمده الفوسفاتيه لها تركيزات مختلفه، فهو ممكن يختار سباد احادي بتركيز سين، وفي غيره ممكن يختار تركيز سماد فوسفاتي بتركيز تاني صاد، فهي حسب التركيز اللي هو محتاجه يعني. وفي لو طلب منتج جديد بنشوف امكانيه تصنيعه، هل ممكن نصنعه عندنا في الوحده ولا مش ممكن يتصنع.
دكتور، ممكن توضح لي ازاي بتستفيدوا في مصنع اسوان من يعني البنيه التحتيه الحديثه بالنسبه للمواني والطرق والمطارات؟ هقول لحضرتك اول استفاده ان التصدير اللي بيتم في مصنع اسوان بيتم بالنقل. دلوقتي المينا اللي احنا بنستخدمها مينا دمياط او مينا الاسكندريه، فهنا الشبكات الطرق اللي موجوده بتساعد ان احنا ننقل المنتج بتاعنا بالسيارات والجرارات من داخل مصنع الى مينا دمياط. فهنا ده اكبر استفاده. ثانيا نقل الحامض اللي هو حامض الكبريتيك كمادة خام في التصنيع بيجي من أبو زعبل لغاية مصنع أسوان، فإحنا هنا استفدنا من شبكة الطرق الموجودة، تمام؟ بالإضافة إلى قطع الغيار والآلات اللي ممكن تيجي من أماكن بعيدة، فهنا البنية التحتية بتساعد إن إحنا بنغطي احتياجات المصنع. لو ما فيش طرق، لو ما فيش شبكة طرق ممتازة مش هنقدر نحمل ونشحن المنتج من أسوان لغاية دمياط. دكتور محمد، عايز أعرف من حضرتك يعني دور جمعية المستثمرين في أسوان أو في منطقة الصعيد، خلينا نتكلم عن هل في تعاون ما بينكم وما بينهم؟ طبعا التعاون مباشر يعني لغايه دلوقتي لسه ما تمش، بس هي جمعيه المستثمرين عليها دور كبير انها تدي دعم فني لكل الناس اللي هي موجوده في المناجم والمحاجر، على اساس ان الثروات المعدنيه اللي هي موجوده التعدينيه او والمحاجر اللي هي موجوده اللي بتحتوي على يعني اسوان فيها 37 ماده خام، فلازم يبقى في دعم فني للناس اللي هي مرخصه المناجم او المحاجر علشان يعظموا من الانتاج بتاع المحاجر والمناجم، وبالتالي نحافظ على الرصيد او الاحتياطي اللي موجود في المنطقه دي. فلازم جمعيه المستثمرين تشارك الناس اللي هي في المناجم والمحاجر، تساعدهم في انهم يوصلوا مباشره للطريقه الصحيحه لعمليه الاستخلاص، بدل ما يقعدوا يحاولوا وممكن في النهايه يوصلوا بس اثناء عمليات المحاولات هيبقى في هدر للخامات دي. طب احنا ممكن نتجنب الهدر ده ونخلي في تواصل بين جمعيه المستثمرين كداعم فني لهم، وبالتالي نحافظ على الثروه اللي هي موجوده. هل بيتم يعني عمل لقاءات تعارفية ما بين المستثمرين وبعضهم البعض من خلال يعني جمعية المستثمرين؟ أكيد في لقاءات بتتم بين أصحاب المصانع وبين أصحاب المحاجر وبين أصحاب المناجم، وفي مشاورات بتتم سواء مشاورات فنية أو مشاورات إدارية وكيفية التعامل معهم، على أساس أن الهدف هو استغلال الثروة التعدينية اللي هي موجودة في منطقة أسوان. هل جمعية المستثمرين يا فندم لها يعني دور في تسويق الفرص الاستثمارية وجذب رؤوس أموال لمنطقة أسوان؟ طبعا يعني لما يبقى في جمعية مستثمرين موجودة وموجودة في محافظة أسوان، المحافظة حط خطة استثمارية للاستثمار في جميع مدن محافظة أسوان، يبقى لازم يبقى في علاقة بين محافظة أسوان وبين جمعية المستثمرين. ليه؟ لأن أسوان بتعتبر من أكبر المحافظات الجاذبة للاستثمار، فيبقى لازم في تواصل وفي جلسات وجلسات وجلسات تتم، لأن زي ما بقول لحضرتك كده جمعية أسوان منطقة أسوان فيها احتياطي ل 37 مادة مطلوقة، ما شاء الله، نعمة من عند الله، تمام؟ المطلوب مننا إن احنا نستغلها أحسن استغلال، المطلوب مننا إن احنا أي حد يرخص محجر وبيشتغل فيه أو أي منجم بيشتغل فيه المفروض إن احنا نبقى معاه ونساعده، وعلى اساس ان هو يعظم الانتاج بتاعه من المنجم ده او المحجر ده، تمام؟ وبدل ما هو عمال يعمل محاولات والمحاولات 90% فاشل وفي النهايه هيوصل بس هيكون في هدر حصل من الرصيد اللي موجود عنده، وبالتالي
جمعية المستثمرين لها دور مهم جدا في الحتة دي، تمام. وبعدين احنا في أسوان في مشاريع صناعية زي مجمع الأسمدة الفوسفاتية اللي هو في نجع هلال، ده على 200 فداد من مساحة المحافظة القرار الجمهوري ب 5115 فدان. فدي كلها محتاجة انها هتتملي مشاريع وهتتعمل مصانع كبيرة. في مشروع الطاقة الشمسية 32 محطة زائد محطة بيان تمام. فدي مهمة جدا. وبعدين دي ما فيها استثمارات عربية واستثمارات أجنبية، ولسه في استثمارات تانية هتخش فيها تمام، بالإضافة إلى الثروة السمكية. فكل ده موجود فين؟ في منطقة الصعيد. يبقى لازم جمعية المستثمرين لها دور مهم. دكتور محمد، يعني طبعا كلام حضرتك يعني بيتجه ناحية ان احنا فعلا عندنا ثروة يعني في منطقة أسوان ومنطقة الصعيد طبعا، سواء ثروة طبيعية او كمان دور الدولة في تطوير البنية التحتية لمنطقة أسوان. دكتور محمد انا بشكر حضرتك على هذا اللقاء، وشكرا جزيلا انك شرفتنا النهاردة، وكمان بشكر حضراتكم وخليكم معانا علشان تتابعونا وتتابعوا فقراتنا اللي جايه. شكرا لحضرتك.